فالحمد لله دائما وابدا. ولكن التجربه علمتني انه يمكن يدازح حدايا ماشي غير حبه غير خيط نقول هذا حنش. فتعلمت وهي تجربه بالعكس قواتني اكثر وخلاتني نعتمد على نفسي اكثر وما نبقاش نثق يعني في اي انسان. وباقي الناس تبع الحال كنوثق فيهم الناس اللي دايرين بيا فيمكنش نفقدوا الثقه 100%. يعني ولا كان واحد خايب ما يمكنش نظلموا معاه الناس كثر. وهذاك الناس ذاك اللي ظلم راه خد الجزاء ديالو هو في السجن. يعني هذاك الشخص راه يعني هذاك الانسانه هي في السجن. شنو الاحساس ديالك ملي صاحب شي صاحبي بعث مجموعه من الفنانين مين؟ يعني الانسحاب ديالك من بعد ملي عرفت ان كاين واحد العمليه. واول شيء ثبت لي انه بعدا كان عندي موقع قوه انني منين انسحبت تبعني كل شيء. ولكن اللي ما عجبنيش ربما هو الطرطره والكلام اللي تقال ماشي في بلاصتو. لانه الفنانين الاخرين كل شيء خداو العربون. فملي كتاخذ العربون منين خداو هذا العربون؟ العربون تخاد من الناس اللي جاوا خلصوا. يعني لو ما الشعب كي لا خلص 500 درهم ولا خلص 200 درهم ولا خلص 100 درهم باش يجي يتفرج فينا. فالفنانين اللي خداو العربون اكيد ما بغاوش يعلقوا على الموضوع لانهم واخدين ديجا العربون. انا ما خديت عربون حتى لو خديته كنت غادي نرجعو. ما نضحكش على الناس وما نتفلاش على الناس. وكيف قلت لكم الموضوع كامل اللي كان في موضوع هذاك ديال ريالي ايفنت كان كامل موضوع نصب وموضوع احتيال 100%. وانا في كامل قوايا العقليه كنقول هذا الكلام. واي انسان كيقول غير هذا الكلام كان طعن في كلامه بالادله والحجج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.